عقدته. السلام عليكم. قلنا السلام عليكم. رد السلام يا رجل. سيدي أعمى وأخرس. وهل يسمع؟ سمعه ثقيل. ادفع دينارين لتشاهد الأفاعي ترقص كالجواري. لا أريد ذلك. ماذا تريد إذن؟ كف هذا يا رجل، ستثقب لي أذني. اسمعني جيدا، هل تترك الأفاعي أثرا على الثياب يسبب حكة مريعة فوق الجلد؟ ماذا يقول؟ يقول معلمي ارفع صوتك. اسمعني جيدا، هل تترك الأفاعي أثرا على الثياب يسبب حكة مريعة فوق الجلد؟ والآن ماذا يقول؟ يقول معلمي إن هذا الداء خطير ويجب أن يعالج في الحال، بأن يخلط هذا الدواء مع ماء بارد ويبقى المريض في المختص 3 ساعات. صدق العبد إذن. السيرين هو أخي أبغى السوري ويا وزير وطاقة السوري بسنا وبين السوري ووادي عشان يقول قد السوري وزير قفل سلام وقد والآن ماذا يقول؟ يقول لك إن الدواء بالدينارين. ديناران؟ عليك اللعنة، سأحبسك أيها الملعون. السوري والله يا أخي السوري أغضبت معلمي واستغضبوا الأفاعي الآن. لا بأس، سأفرغ لك قريبا أيها الحاوي الملعون. أتمنى أن أراك مجددا. خذ هات الدواء. اذهب اذهب من هنا. لقد ذهب. أحسنت يا شاطر.